نحن هون واقفين عند طبقات الزبالة اللي عم تنزل على نبع الطاسة يلي بيروي 70 قرية مع صيدا. يمكن على الروايح ماتي ضيقة نفس سرطان من 1 لـ15. كل المطارح مسممة مجرسمة، ما حدا بيقدر يهرب من تلوث الهواء. تحقيق مع كلود أبو ناظر هندي. مزيد من الانتهاكات ضد البيئة. ها ريحة السياسيين اللي عم تطلع بالبلد، ولا أقرب من هيك ريحة. لأنكم عم تكذبوا علينا. الأربعة 11 إلى ربع المساء على الـ MTV.